أهلا بحضراتكم من جديد، معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة معانا إثبات سحب الموقع بتاع التعدين اللي احنا كنا شرحناه من يومين. هنشوف النهاردة إثبات السحب بتاعه بس بعد الفاصل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ورجعنا لحضراتكم تاني علشان نشوف إثبات السحب. احنا كنا شرحنا موقعين، ده الموقع الأول فيهم كنا عملنا إيداع بعشرة روبل، والموقع في خلال التلات أيام دول عدلي وجاب لي حوالي 18.90 روبل، يعني حوالي 19 روبل. هنبتدي إن احنا نشوف دلوقتي السحب بتاعهم. انا بالفعل سحبتهم، ده بقى مدفوع اهوت، انا لسه سحبهم حالا دلوقتي. هنشوف دلوقتي القصة علشان نشوف انا دفعت ايه يوم كام وسحبت كام، والتواريخ موجودة في خلال 3 ايام 19 روبل. حاجة كويسة، مفيش أي مشاكل، وكل اللي احنا عملناه إن احنا حطينا 10 روبل بس، مفيش أي شغل في الموقع. أهو احنا كنا حاطين 10 روبل يوم 5/3/2021، والنهاردة سحبنا 19/8/3، يعني 3 أيام بالظبط، 3 أيام. هنشوف برضو الباير، انا كان معايا 25 دلوقتي بقى 44. هنشوف ادي اثبات السحب، ادي اهوت. لو رجعنا تاني للموقع هنلاقي هنا 18.96، وده اثبات السحب اهوت 18.96، ادي اهو لسه واصلين النهاردة حالا دلوقتي يوم 8/3/2021. الموقع التاني احنا كنا شرحناه، بس لحد دلوقتي هو مش عايز يعمل معايا سحب للأسف. هو محتاج كل ما اجي اسحب يقول لي ان انا لازم اعمل نشاط على الفي كي طول فترة التعدين. انا دلوقتي معايا في حوالي 176 روبل، وانا كنت مجدد ب10، لحد دلوقتي مش عايز يسحب. انا هحاول اسحب قدامكم برضه اهوت، كل ما نيجي نسحب يقول لي ان انا لازم اعمل اعلانات وحاجات للموقع على الفي كي طول فترة التعديل. هنبتدي ان احنا ندوس سحب اهو. ادي الموقع، بيقول لي هنا ان انا لازم اعمل مشاركات اساسية علشان قواعد المشروع، وابتدي ان انا اشغل الكاميرا على الشاشة واصورها، وبعد كده انشرها في المواقع الرسمية بتاعتي، هياخد فيلم معانا. عامة انا عملت كل اللي هو قال عليه، ومع الموقع برضه للآخر لحد ما نشوف هل هو فعلا هيسحب ولا مش هيسحب. وبقول الدفع متاح 8/3، بس ما بيرضاش يسحب أي حاجة. هنرجع تاني للموقع بتاعنا بتاع النهاردة اللي احنا سحبنا منه، عايزين نعمل فيه إيداع تاني ب10 روبل برضه علشان
يبتدي العداد يعد أكتر. هنعمل 10 روبل كمان إيداع. هننزل لتحت كده زي المرة اللي فاتت، وهنبتدي إن احنا ناخد وهنبتدي إن احنا ناخد ده نسخ، وهنرجع به تاني على الباير. هنبتدي نحط هنا كده، وهنكتب هنا 10 روبل، وهنقول له إرسال. ناخد ده نسخ كده، ده الـ ID بتاعنا. هنضغط نسخ و44160 كده، أخدناه نسخ. وهنبتدي إن احنا نرجع تاني للتاريخ، هنلاقي هنا 10، وهنلاقي هنا هو 44160 هو نفسه. هناخد الرقم ده طبعا، وهنبتدي إن احنا نعمل له لزق هنا كده. احنا طبعا كنا جددنا 10 وسحبنا 18، هنقول له فوق، هيبتدي ان هو يزود لي 10 دي، هتبقى 20 روبل. اهو قدامك اهو، 10 دي بقت 20 روبل زي ما انتم شايفين اهيت 20 روبل. هنشوف دلوقتي هل هو فعلا تمام كده، متجدد 20 والمدفوع 18.96 كده. العداد بدأ يعد معايا أسرع شوية من الأول. هنشوف برضو مع الموقع، وهنبقى نعمل برضو إثبات سحب للموقع إن شاء الله. وإن عجبكم الموقع ياريت ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.